نبدأ رغم كل وجود يا كابتن دلوقتي اللاينز مان، وجود الفار، كل ده والفاتورة عند الصفارة برضو. ده حقيقي الفاتورة دايما عند الحكم، لأنه يعني باعتبار ان الحكم هو صاحب القرار النهائي في الملعب، هو في نفس الوقت هو بيتحمل المسؤولية النهائية برضو. يعني انت حتى لو المساعد او حكم الفار بيبقى عنده بعض الأخطاء، وده بيحصل، لكن في النهاية الحكم هو اللي بيشيل الليلة زي ما بيقولوا. يعني ديت طبيعة، لأن الحكم في الأول والآخر هو صاحب المسؤولية الأخيرة، وهو رئيس الملعب في الآخر. يعني الفار غير كتير من شخصيتكم؟ لا، يعني ما غيرش أي حاجة من شخصيتنا ولا حاجة، بالعكس. الفار أنا بعتبره داعم كبير للحكام، وإن كان زي ما الكابتن محمود قال إنه في الأول وفي الآخر مش هينهي الأخطاء، لكن هو في الآخر بيقلل منها، وده طبيعي موجود مش عندنا إحنا في مصر. يعني أنا سمعت التقرير بتاع حضرتك دلوقتي، أنا بشوف إن هل هو التحكيم المصري زي ما حضرتك بتقول هو ظالم ولا مظلوم؟ أنا بشوفه مظلوم جدا، لأن إن الأخطاء أنا بشوفها في المعدل الطبيعي جدا. لو إحنا بنتفرج على كل دوريات العالم هنجد الأخطاء دي موجودة وما انتهتش، وكان آخرها في ماتش قريب جدا في ماتش ليفربول في الدوري الإنجليزي، أكبر دوري في العالم. صح، خطأ لا يمكن إن أي حد مبتدأ يقع فيه، وقعوا فيه والناس تقبلت. أنا بشوف دايما هي المشكلة في نقطة، هي المينتاليتي، الناس تتقبل هذه الأخطاء، ولازم تعرف إن الحكم في الأول والآخر بشر، وفي الأول والآخر لازم هيغلط، لكن الحكم الجيد في الآخر هو اللي بتكون أخطاءه قليلة. بس أحيانا يا كابتن في حكم بيظلم نفسه، يعني زي ما حضرتك بتقول الغلط بيكون أي طفل يطلعه واضح جدا، معاك فار، معاك لاينز مان، معاك ناس من بره، تستعين بصديق، كل حاجة بقت متوفرة ليك، وبتروح تقعد 10 دقايق ربع ساعة وترجع بنفس القرار. اتفق معاك، بيحصل في بعض، يعني في لقطتين ثلاثة بس انا مش هقدر اجيبهم عشان انا ما سابلكوش احراج. تمام. ولكن لقطات ما فيهاش يعني ما فيهاش شك، ما فيهاش كلام في حاجة، واحد بيده كده، واحد زق لعيب كده. هي بيحصل بعض الاحيان انه بيحصل اختلاف وجهات نظر ما بين الحكم والفار، وده اللي بيطول مدة المراجعة في اوقات كتير. ساعات جودة الصورة زي ما محمود بيقول، وزاوية اللي بتتعرض على الحكم الفار ما بتكونش واضحة له، لأن حكم الملعب في الوقت ده بيبقى عليه ضغوط غير طبيعية، إنه هيتخذ قرار أو هيغير من قراره، لازم تتعرض له زاوية واضحة جدا ومن مكان معين عشان يقدر ياخد قراره في أسرع. طب إيه اللي ساعات تاني وأنت مش قادر تقوله لي؟ بالنسبة يعني أنت بتقول لي ساعات عوامل كلها تكون ظالمة الحكم، وساعات الحكم رايح اكيد عايز يغير قراره. الحكم يعني لازم انه يكون عنده قابليه او عقليه انه المينتاليتي بتاعه يكون يتقبل انه يغير رايه، لان في مننا وبعضنا، وعاشور عارف وابو رجال عارف، انه في بعض الاحيان الحكم بيتصور انه لما بيغير من خطاه يعني انه بيغير قصدي من قراره، ده هيقلل منه وبيكون عنده خطا، في حين ان هو لو ما عملش كده بيبقى عنده خطأين، لانه تعرضت له الحاله عن طريق الفيديو مره واثنين وثلاثه، وهو في الاخر صمم على قراره. فبالتالي لازم يكون هو رايح للفار بيكون متفتح لانه غير قراره، وده وارد في كره القدم وموجود في العالم كله. هل الفار ليه الحق لو شافك بتغرق؟ يعني لو بيتناقش معاك وشايفك رايح مصمم على قرار يعني هتغرق يقول لك حكم الفار يعني ليه؟ طبعا مبدئيا هو صاحب مسؤوليه ان هو يستدعيك او لا، لان بعض الكلام ان هو استدعاك، انا هقول لحضرتك وشرح لك، هقول كل حاجه. هو ليه الاول الاحقيه ان هو يستدعيك؟ اصل بعض الاحيان الناس تقول لك انت روح الفار، لا ما ينفعش اروح حكم الفار يروح ولا لا، لو هو استدعاني زي ما حضرتك بتقول واداني كل الزوايا المتاحه عنده وكل الاعتبارات لاتخاذ القرار الصحيح، وانت ما زلت مصمم على اتخاذ قرارك اللي انت اخذته في الملعب، هو ما يقدرش يرغمك. هو في الاول والاخر بيقول لك قراراته ومبرراته لاحتساب الخطا والزوايا اللي قدامه، في الاخر القرار بتاع الحكم، في الاول والاخر الحكم هو اللي بيقول القرار النهائي.